مساء الخير سيادة المستشار أحمد عبدو ماهر. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. ربنا يخليك. في اقتراح قدمه سيد علي في برنامج الحدث اليوم إن علماء الأزهر يجتمعوا وينقحوا البخاري ويعملوا حاجة اسمها صحيح الأزهر، فإحنا ما لقيناش يعني. وطبعا الطرح بتاعه نشكره عليه، وقبل كده حتى الدكتور سيد طنطاوي كان شيخ الجامع الأزهر اللي توفى الله يرحمه عمل حاجة اسمها الفقه الميسر، وجي الدكتور أحمد الطيب لغى العمل بيه أو لغى التدريس بيه، فقط لا رجع لفقه الأئمة كله. قول لنا، هل ممكن الأزهر الأول قادر على أنه يصحح المسار، ولا هو شيء الأزهر مش شايف أنه عنده حاجة ممكن تتصحح؟ وهل المقترح بتاع سيد علي في حكاية صحيح الأزهر دي ممكن أنها تلقي رواج أو من علماء الأزهر أو حد يتبناه جوه الأزهر؟ تفضل يا فندم. هو الحين الاستاذ علي لما اقترح هذا الاقتراح، انا كنت متابع ان انا اقترحت ذات الاقتراح في القناه ومع الاستاذ علي، قلت ان الازهر يعمل ثلاث كتب. الكتاب الاول هو صحيح الازهر بدل صحيح البخاري، يتم تنقيه وتصحيح كل ما خالف القران في صحيح البخاري، وينزل صحيح الأزهر خالي من الشوائب والفضول. الأمر الثاني قلت أنه بيقولوا أن الأزهر وسطي، طب أهلا وسهلا بالوسطية، ما يعمل لنا كتاب اسم كتاب الفقه الوسطي. وبرضو الكلام ده قلت قدام سيد علي في ذات القناة. كتاب الفقه الوسطي ده ما نلاقيش فيه بقى هدم الكنائس وقتل غير المسلمين وقتل المرتد وتجويع المرتدة وعدم إرث المرأة المسيحية والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. والكتاب الثالث قلت انه الأزهر يعمل كتاب اسمه كتاب السيرة النبوية، نبطل بقى الخرافات اللي بتتقال عن النبي ان بوله طاهر وانه مش عارف نخامته حاجة عظيمة جدا وانه بيشوف وراه انا بيشوف من قدامه، يعني يبقى فيه تنقية شوية لكل هذه الخرافات وكل هذه التجاوزات وكل مخالفات القرآن، ونمشي بقى بالوسطية ونمشي بالفقه. وخلي بال سيادتك انه الأزاهرة اكثر علما من البخاري واكثر علما من الائمه الاربعه، لكن الجزمه القديمه اللي على دماغ كل واحد يقول تجديد او تنوير، دي هي دي المشكله. مقترحات طبعا جميله جدا، لكن الازهر طبعا بدليل انه ما نفذهاش انه مش مقتنع بيها. يعني حضرتك بتنادي فيها في الاعلام من فتره، واستاذ سيد علي جددها بتجديد صحيح الازهر ده مره ثانيه والمناداة بيه، لكن هل الازهر ممكن ان هو يستجيب لهذا النداء، ولا العمليه مقفوله؟ يعني لا يمكن للازهر ابدا يعني الطغمه الموجوده والمشرفه واللي متوليه الصداره انها تقوم باي نوع من انواع التطوير او التجديد، بل هم اول ما وصلوا، يعني انا سمعت حضرتك بتتكلم قبل ما انا في المداخله، سمعت سيادتك وانت بتقول انه الشيخ طنطاوي عمل فقه مرتب. تمام. الشيخ طنطاوي عمل فقه مرتب، كنت انا قعدت معاه اصلا وقلت له التجاوزات اللي موجوده في فقه الائمه. تمام. الراجل مشكور عمل الفقه المرتب. الفقه المرتب ده اتعمل ازاي؟ اجتمع المجلس الاعلى للازهر وقرر اتاحه الفقه على المذاهب الاربعه واحلال فقه اسمه الفقه المؤثر. تمام. الفقه المؤثر ده قعد سنتين و10 اشهر، مات بعدها الشيخ طنطاوي الله يرحمه، فجه بعد منه الدكتور احمد الطيب، راح مجتمع مجلس الاعلى للازهر بعد سنتين و10 اشهر وقرر اعاده تدريس الفقه على المذاهب الاربعه. هو مات الرئيس الله يرحم الرئيس عاش الرئيس وهكذا، يعني
يعني اللي بيركب على الكرسي هو اللي بيبقى بنسمع كلامه. ادي الحصر. يعني هو الفقه الميسر ده اتعمل باسم الشيخ المرحوم السيد طنطاوي ولا اتعمل باسم علماء الازهر؟ اتعمل باسم الشيخ سيد طنطاوي، ما حدش فيهم راضي يعاونه ابدا فيه. عشان كده يعني اتعمل بشخص، عشان كده المؤسسه نفسها رجعت تاني لما قبل الفقه الميسر. فدي برضه هتبقى نفس المناداه لو هم عملوا صحيح الازهر، لو تولاه حد شخصي بس، والفقه الوسطي والسيره النبويه زي ما حضرتك بتقول، ودكتور في جامعه الازهر وعملهم، برضه هيجي واحد تاني يقول لك لا مش هينفع، لازم العلماء كلهم مجتمعين، وده ما يصعب عمله بمؤسسه الازهر حتى الان. في سؤال تاني يا استاذ احمد، يعني تصحيح التاريخ، ما هو اصل برضه الاثنين يعني هيمشوا متوازيين مع بعض، يعني الفكر الديني او الخطاب الديني مع التاريخ اللي واصل للناس. التاريخ مش واصل صح، يعني في ناس بتمدح في فتره العثمانيين ولو انهم كانوا استعبدوا مصريين لغايه لما جت الحمله الفرنسيه، يعني هي بطريقه الصدفه بتستعبد المصريين، تاني ما لقتش حاجه تستعبدهم، يعني ما لقتش، لقت الطاعون والكوليرا وغيره وغيره وغيره، ولقت تخلف وجهل ودفن الميت في مكان الاقامه وحاجات بلاوي كانت بتحصل موجوده، لأن مصر اتسابت، مصر العظيمة، مصر الحضارة أيام العثمانيين كانت عزبة، كانت قرية، كانت أي حاجة. ومع ذلك في ناس بتقول الفتح العثماني لمصر. يعني تصحيح التاريخ ده برضو هل يمشي مع تصحيح الفكر الديني والخطاب الديني، ولا المفروض الدولة مسؤولة عنه بقى؟ يعني الدولة في المناهج، المناهج التاريخ وعلماء التاريخ ويجيبوا ناس بقى دكتوراه في التاريخ، واللي دارس في السوربون، واللي دارس واخد حاجات كده في التاريخ الانساني عموما، والتاريخ العربي والتاريخ المصري، ونصحح التاريخ. احنا فين من ده يا استاذ احمد؟ شوف ساعتك في سنه يعني 1961 صدر قانون اسمه القانون 103 ايام عبد الناصر، الكلام ده ايوه قانون 103 سنة 61 بتطوير الأزهر، بإنشاء مجمع البحوث الإسلامية بغرض تجليد وتنقيط التراث من الفضول والشوائب. النهارده بعد مرور 58 سنة جالنا الرئيس السيسي عشان يقول لهم يا جماعه انا بحاججكم امام الله ولازم تغيروا خطاب الدين. انا بقول يا رئيسنا يا فتاح بيه يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انت المفروض تحاكمهم انهم قبضوا من سنه 61 لحد النهارده فلوس وما عملوش اي حاجه، لانه انت بتنادي باللي قال فيه عبد الناصر وجه بعد منه السادات ومات، وجه بعد منه حسني مبارك واتكل على الله، وجيت بعدك وجه بعدها والعياذ بالله، وبعد كده جيت حضرتك. المفروض الناس دي تتحاكم لانهم بيقبضوا فلوس من غير ما يعملوا حاجه. فالمساله مش قالت انه مين يطور او ما فيش قانون، ده في قوانين ولا تنفذ، موضوعها في الثلاجه، ثلاجة الأزهر، المفروض اللي حطها في الثلاجة يتحاكم. وبعدين المفروض إنه مجلس النواب مش وظيفته إصدار القوانين وبس، وبعدين القوانين دي تضع في الثلاجات، أو يبقى في مراكز قوة فوق القانون، نقوم نحاكم إسلام بحيري ونسجنه عشان بيتكلم كلام غير كلام الأزهر، وفي نفس الوقت الأزهر ما بيعملش حاجة أبداً، وعمل لنا اصنام اسمها التراث. الاصنام دي بقى بتقول ايه؟ بتقول التضييق على المسيحي في الطرقات، بتقول ان المراه المسيحيه تعلم بزنار اللي هي فوق حديد يعني في رقبتها، بتقول انه المسيحي لا يوقر في مجلس فيه مسلم، بتقول حاجات كتير قوي. هذا الكلام حتى الآن النهارده كام؟ النهارده 1 ديسمبر 2019.
حتى الان مناهج. صحيح اتشال من المقررات لما طلعت انا في التلفزيون كتير وفضحت الدنيا، انما ما زال نفس الكتاب منهج، وكأن ما فيش في الاسلام كتب تدرس الا اللي فيها الهبل ده. يعني في عندنا اكل لحم الاسير، عندنا اكل لحم الميتين طالما انا جعان، عندنا بيقول لك انه الاسير ولقايه نفسك من شر الاسير ان تبقى عينيه وان تقطع يديه ورجليه، او يجوز ان تقطع يدا واحده ورجلا واحده. ده اللي بيدرسوه. لما طلعت لهم في التلفزيون قاموا قالوا الحته دي، انا بقدر الكتاب هو منهج. ده دول ناس لابد الاثر هذا انه يغلق 10 سنوات ثم عشان ينقذ هذا الجيل. هذا الجيل يجب ان يذهب ثم يعاد فتحه للمؤهلات العليا من خريج الجامعات لمده 5 سنوات، وفي الفترة دي يتم تطوير المناهج بواسطة المخلصين وأصحاب العقول النيرة في الأزهر وموجودين بس مكتوب على نفسهم. تمام. دي الحقيقة. يعني النهاردة لابد إن احنا نعرف إنه التطوير واللي بينادي به الرئيس السيسي نادى به عبد الناصر، وان شاء الله هينادوا به بعد 100 سنه هنكون احنا كلنا ميتين وهم برضو ما بيعملوش حاجه وبيقبضوا فلوس. تمام. سيادة المستشار، يعني كلام كله من القلب وصراحه، والحقيقه ان الاصلاح ده يعني اصلاح الخطاب الديني والسياسي والاجتماعي في مصر اعتقد هي هتبقى من اساسيات أو مقومات المستقبل للمصريين والدخول لأفاق الاقتصاد الحر بعد كده والسوق الحرة لو احنا أرأنا تبقى حرة في الموضوع ده. في سؤال هنا أستاذ أحمد، يعني الفرق بين الفقه والعقيدة، عشان الناس لما تيجي تتكلم في الفقه احنا بنتكلم في فقه ما بنتكلمش في عقيدة. العقيدة يعني واحد بيصلي، واحد بيصوم، واحد بيتبع الفروض بتاعته، دي ما فيهاش ملاقي دال عليها يعني، لكن احنا بنتكلم في فقه اللي هو بعد كده بيستمد منه حاجة اسمها الشريعة أو التشريع أو القانون اللي ممكن ما يبقاش عادل على مستوى المجتمع كله. حضرتك بس بين لنا إيه ما هو الفرق بين الفقه والعقيدة، اتفضل يا فندم. الفقه يا فندم هو الرأي فيما في النصوص، رأي في النصوص. تمام. يعني تفسير النصوص وفق لعلم وإدراك القائم بهذا التفسير وذلك الفقه، وهو من مسائل الرأي التي يجوز الاختلاف حولها. يعني مثلا عندهم في الفقه بيقولوا أن أقصى مدة حمل للمرأة 4 سنوات، يقولوا زي ما عايزين. تمام. وعاملين ان دي شريعة الله. عندهم في الفقه يعني، وعلى فكرة القانون المصري قانون الاحوال الشخصية بالذات تأثر كثيرا بالفقهاء. فمثلا على سبيل المثال عندنا في المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 20. تمام. في اللي هو قانون الاحوال الشخصية اللي لحد دلوقتي شغال، بيقول والمرتدة لا نفقة لها. أنا بسأل بقى، هل يجوز يا ريس، هل يجوز يا مجلس النواب تجويع المرتدة؟ عشان الإمام أبو حنيفة قال في الفقه إنه المرتدة لا تقتل، لكن يتم ضربها وحبسها وتجويعها إلى أن تتوب أو تموت. ده الفقه. أما العقيدة فأنا عقيدتي إسلامية، وبعتقد في القرآن، وبعتقد في الرسول محمد. حضرتك عقيدتك مسيحية وبتعتقد في سيدنا المسيح وفي الإنجيل،
نتنياهو عقيدته اليهوديه، وبعتقد في التوراه وفي سيدنا موسى، ولا اعتقد بالمسيح. هذه عقائد، العقائد خلي بالك انه هذه العقائد يجمعها قراب واحد، ان الله واحد وان هناك حساب يوم القيامة، وهناك وصايا عشر بتجمع كل الثلاث رسالات دي. السرقة حرام، الزنا حرام، القتل حرام، عشر الوصايا العشر لم يختلف عليها، لم تختلف عليها رسالة من الرسالات. كل هذه من العقائد اللي تشبعنا بها. اما الشرائع فهي ان انا اصلي ازاي، انا هصلي متجه للكعبة، وحضرتك بتصلي متجه اتجاهك، وهكذا. انا بصلي بطريقة معينة فيها سجود على الارض، حضرتك بتصلي ما في سجود على الارض، في يهود في سجود على الارض، في الاثنين في سجود على الارض، في اليهودية المسيحية الاسلام، بس يمكن الصلاة في الكنيسة ما بقاش السجود على الارض متاح لان المساحات مش متاحه يعني. ماشي ماشي، ما فيش حاجه، ما فيش مشكله. انا اقصد يعني السجود، ما لان انا يعني ايات كثيره في الانجيل على السجود يعني. يا فندم انا وجدت في المسيحيه تسامح موجود في القران، في سطور القران، كل ما وجدته في سطور القران وجدته مع الاخوه المسيحيين، ولم اجده مع المسلمين. دي حقيقة. فاحنا لابد ان احنا نعرف نتمنى بتعليم المواعظ على الجبل للسيد المسيح يعني. ايوه، احبوا اعدائكم وباركوا لاعينكم، نتمنى نادوا بتعليم هذه التعليم. وطردونكم. نعم يا سيد، تمام، واخد بال حضرتك. هذا الكلام هو الإسلام، هذا الكلام هو المسيحية، هذا هو ما يرضي الله. تمام، يعني العقيدة نخليها إذا كانت خاصة شوية، لكن الشرع والقانون المستمد من العقائد ما يبقاش فيه صفة تمييزية، يعني ده مجمل كلام حضرتك، لكن هل لما ألاقي في القانون فيه صفة تمييز أنا ممكن أرجع تاني وأقول للدولة نصحح هذا المسار؟ يعني حضرتك طبعا هنقول من الناس المستنيرين اللي ممكن تنادي بده، يعني في قوانين بتبقى مجحفة لبعض الأقليات، جايز مش أنا مش منهم، جايز أقلية تانية، لكن ومنها في حاجتين يعني زي هنذكرهم في الآخر كده وأقول رأيك فيهم إيه، لكن هل أنا ممكن أرجع للدولة إنها تصحح مسار القانون ده ولا لا؟ هل في كده ممكن يحصل ده في مصر يعني؟ اتفضل يا فندم. انت تقدر تلجأ للمحكمة الدستورية في اي قضية مطروحة امام المحاكم العادية ودخل فيها او يشاكلها نص قانوني غير متوائم مع الشرائع وتغيروا لك بعد احلف الى المحكمة الدستورية، او تغيروا لك وتديك الحق. ما عندنا محكمة ادت الحق لاخت مسيحيه ان الانثى كانت زي الذكر، تمام، ما فيهاش حاجه. ما يبقى اختلاف الشرائع على فكره اختلاف وعلى فكره في الاسلام، وعلى فكره في الاسلام، ولو ان الكلام ده هيقعدوا يعملوا لي عليه في مشاكل، ما فيهاش حاجه يتساوي. في الاسلام يعني الوصيه ممكن انها تلغي موضوع التقسيم العادي. انا يعني لقيت برضو في محاضرات الوصيه اللي تكتب من الاب لاولاده ممكن انها تعدل بينهم اكتر من فقه او الفقه المعتمد على نصوص، ممكن انها تبقى يعني تخمينيه للظلم السيده عموما في المجتمع العربي. سياده المستشار احمد عبد ماهر، يعني كلمه اخيره، من المسؤول او من اللي ممكن نرمي عليه بالحمل في تصحيح المسار او الفكر سواء الديني او التاريخي؟ لان عندنا لعبكة في مصر صعبة قوي، ويمكن التاريخ حضرتك حتى صلاح الدين مختلف عليه،
اختلاف الخلفاء الراشدين برضو مختلف عليه، القيادات العربية اللي بيمجدوها باسم الدين مختلف عليها إنسانيا. الكلام ده امتى يصل للمواطن العادي المواطن البسيط، وان مفيش قدسية حوالين اي بشر الا الانبياء، زي ما يعني هنتجاوز الموضوع ده ونقول ان اي بشر حكم ففي ممكن يكون في حكمه في شيء من الظلم وفي شيء من العدل، نبين الايجابيات ونبين السلبيات حتى يمكن ان احنا نتقدم الى الامام، ما ناخدش الموضوع كله ويبقى الظلم من ضمن الحاجات اللي ممكن نبلعها ونقول ان العثمانيين كانوا اسيادنا وكانوا بيحكمونا ودول كانوا هيفنونا، يعني عكس الواقع تماما. اتفضل يا استاذ احمد. هو طبعا لا شك انه الجهل المستشري في مصر وضعف مستوى التعليم والثقافه وانعدام القراءه تقريبا، كل ده بيعمل سقيفة للسادة أهل العمائم واللحى. السقيفة دول هم اللي خلوا الرئيس السيسي ما يدخلش في التعديلات الدستورية اللي قام بيها إنه شيخ الأزهر يتولى مدى حياته وإنه غير قابل للعزل وإنه اختار من هيئة كبار العلماء. كان المفروض يخش هذا النص الدستوري ضمن التعديلات اللي تم استثناء عليها، لكن الريس علشان عينه على الشعب وشايف انه الشعب بيحب الازهر والازاهره، لانه الشعب عندنا ما يعرفش في الدين يمينه من شماله، ده غالبيه الناس ما يعرفوش يمينهم من شمالهم، ما يعرفوش انه الازهر بيقول قتل المرتد وقتل تارك الصلاه وقتل الذمي وقتل شاتم الرسول حتى وان كان، وقتل المثليين وقتل الصحراء وقتل الاسير واكل لحمه وقتل الاسير. شوف ما بس هم اختلفوا في حاجه، هل هو لحم الاسير ده ني ولا مطبوخ؟ يعني برضه اختلفوا في حاجات برضه. لا يا فندم، مش ما اختلفوش، هم قالوا لازم يبقى ني، لازم يبقى ني، ما اختلفوش علشان لا ما اختلفوش، هم قالوا وده في فقه وفي فقه الامام الشافعي في كتاب اسمه الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع المقرر على الثانوي الازهري. لحم البشر لا يطبخ يعني. أي ما تطبخش، هم يعني شافوا انه ممكن نقتله ونسلخه وناكله بس ما نسلقوش ولا نحمره. يا ساتر يا رب، حاجة صعبة قوي يعني. اللي مؤلف الكتاب بقى يعني العارف بالله مش عارف ايه، انا مش عارف ازاي اللي اختار هذا الكتاب ما يتحكمش، مش عارف يعني. طبعا اللي بيقول ان المرأة المسيحية تعلم بزنار في رقبتها، او مش عندنا وزارة ثقافة مسؤولة، مين مصدور عن اصدار الكتب وطبعها؟ يعني مش وزارة الثقافة المفروض انها تبقى مسؤولة عن ده؟ لا، وزارة الثقافة الدولة حتى حد رقيب ان هو الكتب الدينية المسؤولين عن الكتب الدينية مجموعة من المتخلفين عقليا اللي بيختاروا هذه الكتب وتلك الموضوعات. ده مختار من زمان يعني، ما هو اللي اختاروها ماتوا يا استاذ احمد، يعني هو تم اختيار ان الاموات بيتحكموا في الاحياء حاليا، والا كانوا يعني نقحوا صحيح البخاري من زمان. ما احنا هم لا تقرا، هم اقرا لا تقرا، احنا ما بنقراش. طب والدوله ما بتقرا للناس يعني حتى تبقى مستبد مستنير يعني. يعني انا انادي بده يبقى في مؤسسه في الدوله تقرا وتصحح. يا فندم حضرتك، يعني احنا بنكره المسيحيين، واكثر ناس نكرههم الساده القساوسه. انت عارف ربنا قال ايه في القران عن القساوسه؟ ما قالوا منسوخه يا استاذ احمد. لا، منسوخه مين؟ ما قالوا كده.
ما لما بيجيب ناس تانية بيتكلموا يقول لك لا دي منسوخة، بس خد بآية السيف. قال لك لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، واكثرهم مودة للذين امنوا الذين قالوا ان النصارى لأن منهم قسيسين ورهبان. الذين قالوا إن ذلك فإن منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا يستكبرون. تمام أنا حافظها. طبعا أنا قلتها قالوا لك لا دي منسوخة. ما طب نرد عليهم نقول لهم إيه؟ ما هو ده العبث بقى، ما هو ده العبث في الإسلام. ما أنا عشان كده بقول ده دين إبليس. اللي يقول إن في آية في القرآن منسوخة اعرف إنه إبليس اسم الإنس. طيب. واحد من عوان إبليس. لكن الدولة ممكن تصحح المسار الثقافي والتاريخي، ما بتعملش كده ليه؟ عشان لسه ما وصلناش للدولة المدنية. احنا لسه ما وصلناش للدولة المدنية. احنا عايزين دولة مدنية لا يتحكم فيها الفقهاء ولا القساوسة ولا الرهبان ولا رجال الدين عموما يعني. طبعا طبعا. طب يعني اول صوره من الدوله المدنيه دي هي الزواج المدني، انت ايه رايك فيها يا استاذ احمد؟ الزواج المدني ونزع خانه الديانه من البطاقه بتاعه الرقم القومي زي الباسبور. الباسبور ما فيهوش خانه ديانه، يعني يكتفي بيها بس شهاده الميلاد. يا فندم في عندنا في القانون، قانون الاحوال الشخصيه، ان المسيحيه لا ترث من زوجها المسلم. ده لا ترث المعاش، يعني الدولة ما بتمارسهاش المعاش برضه. عارف القرآن بيقول ايه؟ فاضي بيقول ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله، مسكينا ويتيما واسيرا. تمام. الاسير بقى ده اللي قتل اخويا وقتل ابويا اكله عشان ربنا بيحب ان انا اكله. انما بقى ما اكلش مراتي وما مرسهاش. هل بعد هذا من تناقض؟ لا ده الدولة المدنية طبعا. ده ليه حضرتك بتقول ده ضد الدولة المدنية على طول، يعني ان هو ما يورثش مراته ايا كانت ديانتها ايه، سواء مسيحية او غير مسيحية. ده لازم تورث. العدالة بتقول كده. تمام. يعني اخدمك واربي لك واولد لك عيالك واربي لك عيالك. وبعدين في الاخر تضم عليا بالتم. طب دلوقتي يمكن تصريح بعض علماء الازهر وقالوا ان اللي ارتدوا عن الدين الاسلامي، يمكن حضرتك برضو كان ليك تصريح ان في ناس ارتدوا كتير على اساس التعليم اللي هي موجوده حاليا، وصلوا الى 4 5 مليون تقريبا. طب هل دول ممكن انهم يعني نطلب من الدوله انهم لا عايزين يتجوزوا في مسجد ولا عايزين يتجوزوا في كنيسه ولا عايزين الديانه تذكر في البطاقه؟ هل ليهم حق انهم يعيشوا بالطريقه دي، ولا في دوله زي مصر الان بازهرها بكنيستها ما يقدروش يعملوا ده؟ اتفضل. عندي قضيه واحده بقت بوذيه وماتت، وقبل ما تموت عملت وصيه لناس معينه هم اللي ورثوها. تمام. القضاء المصري لا يعترف اطلاقا الا انها كانت في شهاده الميلاد مكتوب انها مسلمه. تمام. وابوها لما جه يطلع شهاده الوفاه كتب انها مسلمه. تمام. يا جماعه والله كانت بوذيه، يقول لك طب اثبت انها بوذيه. النيابه بتقول هات لنا مستند رسمي انها بوذيه. قلت لهم طيب هاتوا مستند رسمي ان انت مسلم. قالوا البطاقة. قلت له طب ما البطاقة دي احنا بننادي بالغاها، بنخالف الاسلام دي انها بننادي بالغاها. هذه واحدة. الامر الثاني انها مأخوذة اصلا من شيء لا ارادة لي فيه. طبعا. يعني انا لما بتولد انا ماليش ارادة، ابويا بيكتب ان انا مسلم. لما باجي اموت ما بيبقاش ارادة، ابويا بيكتب ان انا مسلم. بينهم بقى انا عشت او بينهم انا عشت يهودي او بينهم انا عشت بعبد النار، انا حر. انما تقول ايه؟ لكن الحريه دي ليست موجوده الان في المجتمع المصري، ان هو يعلن عن ايمانه ايا كان، حتى لو
الحريه هو بيتوارى حتى بيتوارى من الحريه يعني مش عارف اقول ايه. هل ده فعلا ده تكريس للدوله الدينيه؟ هل يعني حكومه السيسي وحكومه رئيس الوزراء ما فيش حريه دينيه في مصر؟ ما فيش. الدليل ان ما فيش حريه دينيه في مصر انك انت ما تقدرش تبقى بوذي، ما تقدرش تعبد النار، تعبد الاشجار، تعبد البقره، ما تقدرش يقتلوك. اه لانه الدوله كلها دينيه. الدولة كلها دينية. وعشان نخرج من المستنقع ده نعمل ايه يا استاذ احمد؟ التعليم والثقافة والحريات. التعليم والثقافة والحريات وتصحيح طبعا مسار التعليم. اهو التعليم الازهر بيقول ان اللي خريج عنده علماء، وحضرتك اهو بتنادي بتصحيح المناهج والفكر والثقافة في الازهر ولا مجيب. ما هو التعليم هنعلم على قديمه يبقى مش هينفع. يا فندم ما انت بتعلق بتقول احب اعدائكم وباركوا لاعنيكم وصلوا لمن يبغضونكم واطردونكم. ده في الكنيسه بس، وبعض المسيحيين لما بيطلع بره بيتغاظ من حد ولا بتاع ممكن ما ينفذهاش. يعني ممكن كبشر يعني. ثانيه واحده، هل حضرتك الثلاث حاجات دول وحشين؟ لا طبعا ممتازين، ده دستور. مجرد تقولهم ده مدعاه لكرهك انهم يكرهوك هنا في مصر. ده دستور. يكرهوك على طول. لما تقول لهم يكرهوك ليه؟ يقولوا ده مسيحي وحش. طب ما تبصوا للي بيقولوا ده، بيقولوا كلام كويس. لا ملوش داعي. لا يكرهوك برضه. هو العين بالعين والسن بالسن، ودي من ضمن الشرائع الاولانيه اللي نزلت. وعلى فكره انا اعتقد ان العين بالعين والسن بالسن ممكن تنفذ على مستوى الدول يعني، لكن على مستوى الاشخاص مستوى الاسر يعني التسامح يبقى احسن من العين بالعين والسن بالسن زي ما بيقولوا يعني. وليه بقى دي في فقه وجدل فيها وتعليم في الاخر ان احنا نتفق على حاجه نوصلها للطفل يعني. القران مش موجود في مصر. في القران تنفذ عن طريق الدوله وليس عن طريق الافراد. طب والدوله ساكته ليه؟ يعني في القران عندنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بصفة الجماعة، وصفة الجماعة لا تكون إلا مجتمع من في يده الجماعة اللي هو الحاكم، المجتمع أو الحاكم طبعا في الآخر. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أن يحكم عليه لأن الجرم لازم يتعاقب. سلطان الجماعة ولا تعتدي بسلطان الفرد. تمام، لكن بياخدوها على المستوى الشخصي وبيزود شويه، ولو واحد ضربه قلم بيقتله قصاد القلم ده ويدعي بالكرامه، وفي الاخر خالص يقول لك ده اعتدى وحاجات ثانيه. استاذ احمد، هل في امل ان احنا نخرج من مستنقع الدوله الدينيه؟ لان انا شايف بوادر كتير قوي بيقولها حتى رئيس الدوله، يعني دلوقتي ابتدى يقول انها مدنيه، ابتدى يدعو للدوله المدنيه. اصل في امل ان احنا فعلا تبقى دوله مدنيه بس بعد ما نموت. يا ساتر يا رب. لا بس يعني لازم يبقى في حل، يعني لازم نداء للدولة. هو طالما دولة دينية ما احنا في فشل، او مش عايز اقول فشل، في عدم جذب رؤوس الاموال. وده الجزء الثاني من الحلقة، ان الحكومة بتعلن انها مش قادرة تجيب رأس مال من بره عشان يخش جوه. رأس المال انت عارف ان هو جبان، مش هيخش على دولة فيها دينية وما فيهاش حريات وما فيهاش كده يعني. طب ما برضو يعني هي دي علاقة برضو اللي هي مستقبل المصريين بدخول الأموال دي، لأن الأموال دي حاجة صفة العالمية فيها، هي يورو وهي دولار وهي جنيه مصري وهي ريال سعودي، وهي هي صفة العالمية، ما فيهاش تمييز. الأموال هي اللي بتصنع المستقبل، مش يعني سياستها، سياسة إدارة الأموال. ودي من ربنا ادانا عقل إن احنا نحكم بيه وندور التجارة بطريقة تانية. كل قوانين التجارة العالمية بتقول إن مصر ليست فيها حريات دينية، ليست فيها حريات شخصية. طب وبعدين؟ طب يعني ما رأس المال مش هيخش. هل يعني منادات السيسي ده دلوقتي في رأي، يمكن يعني أعتقد إن المؤتمرات اللي بيعملها للشباب ده فيها آراء الناس ممكن تخاف تقولها في الإعلام، دي بتتقال للرئيس مباشرة ومع ذلك بيسمح بيها. ما دي برضو حاجة برضو يعني إيه لازم أقولها يعني، وبيقبلها الرئيس السيسي
وبيقوم كمان على ان طب ما تأخذ في الاعتبار ويوجه بيها مؤسسات الدولة للتنفيذ. يعني الراجل ديمقراطي اهو. طب ايه اللي ميمنع بقى ان الديمقراطية تبقى في مصر كلها يعني؟ اتفضل. الامل كبير انه الثقافة تنتشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فاذا ما زادت وسائل التواصل الاجتماعي في الكثافة والانتشار هتزيد مساحة الحريات، واذا ما زادت مساحة الحريات هتطغى على ذلك الاستبداد الديني الموجود. تمام تمام تمام، يعني رسالة واضحة، وفعلا هي بتزداد والعالم كله بيزودها عن طريق الاختراعات اللي موجودة وآلاف البرامج على الفيسبوك وغيره للتواصل بين الناس في كل أنحاء العالم. بنشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار أحمد عبده ماهر لآرائك الجريئة الخارجة من القلب والمحبة لمصر والمصريين عموما، واللي تنتمي إلى طائفة المستنيرين المتنورين الذين يريدون أن لا يعيشوا في الظلام، بل أنهم يقيدوا شمعة أو لمبة أو مصباح يعني حتى تنار للكل في هذا الزمن العجيب يعني. شكرا جزيلا سيادة المستشار. شكرا.